فكرت كتير قبل ما اجي، يا ترى اقول لك ولا لا. قررت اقول خلاص عادي، لاني فعلا عندي حق. انت اغرب حاجة عرفتها، انت صفحة سودة قفلتها، صدمة عمري بأمانة، فترة ذل ومهانة. يا أكتر سيرة كرهتها، كنت باقي وبغبائي بتحمل وعاني، كنت بلغي كبريائي وأقول هيتغير عشاني. تحت شعار الحب كنت مش شايف قيمتي، أتاريني ظالم نفسي وكنت بقلل من كرامتي. وبالنسبة لعمري اللي فات، تروح في داهية الذكريات، ومش هقول اني ندمت عشان بجد انا اتعلمت فكرة انك تستنى الاحساس من اي حد، زي ما تسقي ورد صناعي وتستنى يكبر بجد. انت اغرب حاجة عرفتها، انت صفحة سودة قفلتها، صدمة عمري بأمانة، فترة ذل ومهانة. يا أكتر سيرة كرهتها، كتبت الأغنية دي من واقع حياة ناس كتير قوي، والجملة دي تحديدا أنا بحبها جدا، لأن فعلا في ناس ما ينفعش تستني منهم إن هم يحسوا أصلا، ويعني بيبقى خلاص ما فيهمش أمل، ما يقوس منهم، في ناس ما يقوس منهم، ما ينفعش نستنى إن هم يحسوا. ففكرة إنك تستنى الإحساس من حد ما بيحسش، يعني زي فكرة إنك تحط ميه على ورد، ورد صناعي وتستناه يكبر، بجد له مش هيكبر، هو مش هيحس. صح. فبس طبعا ناس كتير بتبقى حاسه بده او عارفه ده، بس عايزين يكملوا التجربه ويقولوا جايز يحصل غير كده، بس احساس بيبقى جواهم يعني. مفيش امل. للاسف. بس ايه اللي ما بيحسش مش هيعرف يحس بعد كده.